مرحبا أصدقائي وأصحابي، والسلام عليكم. في هذه المحاضرة نقوم بشرح الويندوز ومحتوياته. بعدما نقوم بفتح أي ملف، أو مثل ما شرحنا سابقا بالنيو نختار أي ملف حتى يفتحه، بيز ماب أي بيز ماب، نجي إلى ويندو نختار وما هي محتويات داخل الويندو وما هي أوامر. أولا أوفرفيو، أوفرفيو يؤدي إلى إظهار الويندو أو الملف، محتويات الملف بشكل عام من البعيد، وكل مكان احنا نقوم بالكليك وفيو او بان او زوم بين الشاشة اوفر فيو، بانه احنا نشتغل في هذه المنطقة. ولكن هذا حسب اللير من البروبرتايز، تقدر تختار يا لير العلاقة اذا بيز ماب يعني كلها، اي حركة على الخريطة يعني يظهر في اوفر فيو بانه هذا المنطقة انت تشتغل فيه. وبعد بالويندو اكو ماجنيفاير، هذا ماجنيفاير يعني مكبر الخريطة، اي منطقة تختارها وتتوجه الى هذه المنطقة يؤدي الى اظهارها بشكل مكبر بقياس اللي احنا نختاره، مثلا 600 يعني 600 مرة يكبر هذه الخريطة بهذه المنطقة اللي احنا نختارها. وحيث بامكانك ان نقوم بالابديتين وايل دراجين، يعني اذا تتغير حسب أن نقوم بكل ما تغير رأسا يؤدي إلى إظهار بالمقياس المطلوب أو تكبيرها أو بشكل بالمقياس المطلوب. هذا هم بالنسبة للماجنيفاير. وثالث إعادة هو عبارة عن فيور، حيث الفيور يؤدي إلى إظهار المناطق اللي احنا عندنا، مثلا هذه الرؤية نخلي all، والفيور آخر نخلي بهذا الشكل، والفيور آخر نخلي على مثلا خلي يقول على هذا الشكل، يعني حسب ما نختارها بإمكاننا أن نقوم بتكوين عدة ويندوات ونختار ونحفظ في كل واحد منها المظهر أو الفيو للمنطقة أو للقياس حسب القياس اللي محتاجين به. هذا بالنسبة للمحتويات أو كوماندات الموجودة في داخل الويندو. والتيبل أوف كونتينت هو اعتيادي، تيبل أوف كونتينت يعني تيبل أوف كونتينت الموجودة، هذا الويندو إذا مغلق هذا تيبل أوف كونتينت يؤدي إلى إظهارها مرة أخرى. وبالنسبة للتيبل أوف كاتالوج والسيرش هذا من نفسه، إذا هذه الإعازات لا يوجد أو مغلق، إذا مغلق نرجع إلى ويندو ونسوي مثلا على الكتالوج يبين كتالوج، ونسوي ريسيرش سيرش يبين. وبالنسبة للإيميج أناليز هم نفسه يؤدي إلى إظهار إيميج أناليز أو حسب الاحتياجات اليوزر. شكرا، اليوم قمنا بشرح ويندوز والأوفرفيو وماجنيفاير وفيور. إلى اللقاء، وأتمنى لكم النجاح والموفقية إن شاء الله.